في آب 2013 أصدر مصرف لبنان المركزي التعميم رقم 331 المتعلق بالشركات الناشئة أو ستارتابس، معلناً بذلك ضخ مبلغ 400 مليون دولار أمريكي في السوق المحلي لدعم وتشجيع الاستثمار في القطاع الرقمي اللبناني وتوفير بيئة حاضنة لهذا القطاع والحد من هجرة الشباب. هذا البرنامج يسلط الضوء على هذا القطاع التكنولوجي المهم والإنجازات العديدة للشباب اللبناني المستفيد من هذا التعميم. مرحبا واهلا وسهلا فيكم حلقه جديده من ستارت اب 331. الليله رح نحكي عن موضوع ديجيتال كورنسي او العمله الرقميه من كل نواحيها، حلقه دسمه عن المصاري. اعزائنا ضيفنا العزيز اللي من وقت لوقت نستقبله ومنحب نسمع منه رودي شوشاني خبير ديجيتال ترانسفورميشن. رودي مرحبا. مرحبا وثانك يو عن جد على هالمقدمة الصغيرة. انا ما تعرف قديش بنبسط لما نشوفك واستقبلك عنا بالبرنامج. رودي اليوم حديثنا عن ديجيتال بايمنت، عن يعني مش بس ديجيتال بايمنت، مصاري اونلاين. بدنا نحكي نحن بلبنان بظل الأزمة الاقتصادية اللي عم نمرق فيها، بظل أزمة الدولار اللي عم نمرق فيه، والحالة البنوكي اللي صارت حالة يعني تعتير، كيف فينا نستفيد من أونلاين بايمنت جيتويز أو أي وسيلة نقدر نصدر نحن خدماتنا لبرا، نقدر نعطي سيرفيسز تبعنا للشباب والصبايا اللبنانية، ستارت أبس إن كان فريلانسر ستارت أبس مين ما كان، نقدر نجيب دولارات على البلد بطريقة آمنة وأكيدة وتعطي ثقة. وباي بال معنا. بدي بلش معك من هون انه اول شيء بدنا ناخد الميثودز اللي بنقدر نستخدمها، يعني ان كان تحويل او ديجيتال بايمنت او شو بتنصحني. اكيد اليوم ما بدنا كمان ما نعمل شيء، هذه شغلة كتير اساسية، وفي ترين ماشي اسمه التكنولوجيا والعالم كله عم بيعملوا implementation. إذا بتطلع مش رح أقلك أمريكا وأوروبا، رح أقلك عنا بالمنطقة العربية. في حلول كتير عم بتصير ونحن ما لازم نكون we're missing the train. هيدي كتير شغلة أساسية. نجي على لبنان، تلبنان اليوم الحلول، يعني بدنا حلول بلبنان، البنوكي نوعا ما واقفة، شو هي الحلول؟ هلأ مع أنه البنوكي واقفة بس في بعض السيرفيسز، بنبلش من هونيك ونرجع نلتقل على alternative services. البنوك اتفقنا انه واقفة، بس في اليوم تقدر تاخذ انت بعد فريش كريديت كارد، ما يسمى بالفريش كريديت كارد. شو يعني فريش كريديت كارد؟ يعني بتحط انت دولار قبل شو بدهم يعطوك، بس هيدي بتخليك انت نوعا ما تقدر تتنفس. بس هيدي هيد نوع من كاش كولاترال. بس انت بحاجه للسيرفيسز للكريديت كارد فيرسز الديبت كارد. نحن راحت السيرفيسز تبع الكريديت كارد، انت مثلا وقت تحجز تيكت فور اكزامبل اوتوماتيكلي يور انشورد اوفر ذا كريديت كارد، اوفر ديبت كارد يور نوت. سو وي لوست هال سيرفيس لسوء الحظ. اذا مش عارف هيدي وحده من القصص الاوتوماتيك. بالنسبه لي فيزا ماستر كارد، لا فيزا ماستر كارد كريديت كارد تختلف عن فيزا ماستر كارد ديبت كارد. سو يو جيت اكسترا اوبشنز. شفت ليش مستضيف بوينتس كمان وغيرهم وغيرهم، فيك يو كان ريديم ذم. صح هيدي شغله. هلا هي من ميله انت كدفع، بس من ميله الاستقبال واللي هي السيرفيسز اما ديجيتال سيرفيسز. اليوم انت في عنا بعض الشركات الخاصه بالبيمنتس بلبنان، فيك تروح تقدم طلب وتفتح انت معهم ستور تتقدر انت تعمل اي كوميرس. اوكي وهون اول باب بدنا نبلش نفتحه. هون عم نحكي نحن بفيري تراديشنال بزنس،
الشرعية وسنترال بانك وكله ياخذ. بس هيدي ما بدك تكون مسجل بدك يكون عندك exactly. الاقتصاد 100% بس هلا شركة مسجلة 100% بس هيدي اول اوبشن انه اليوم للشركات المسجلة عندهم بعض الحلول اللي قدروا يستعملوها. بس شو مشكلتها؟ غالية. يعني ترانزاكشن في سيت اب وغيرهم وغيرهم هون صارت غالية. عشان هيك اليوم صار في اتجاه لشيء اسمه الكريبتو ديجيتال واليتس وغيره من القصص اللي منفوت فيهم وحده بوحده. الاتجاه الكريبتو اليوم اجى عالم الكريبتو من ايام وقت انخلقت البيتكوين، وطبعا بعدين صار في كثير انوفيشن، صرنا عم نحكي 14 سنه تقريبا، صار في كثير انوفيشن تنقدر نحن نحسن الديجيتال بيمنتس ونعمل سولوشنز للعالم كله. وانخلقت البيتكوين تكون بديل لعملة للعملات العالمية بحرية تامة لا مركزية trusted by a code، مش إنسان والله اليوم عباله يحط هيك أما عباله يعمل هيك. transparent to public. transparent أهم شغلة إنه فيك تشوف الريكورد أنت حيلا ترانزاكشن تقدر تعملها، وهون المراقبة والفساد تقدر تحاكمه وتحاسب فيه. وموجودة أنت فيك you can download the transaction you can see our transactions كل هالقصص. هو اللي نحن بحاجة لها بالمستقبل، أما لبنان 3.0 إذا بدنا نسميه، لأنه عن جد المحاسبة بلبنان مش موجودة. بحاجة نحن إذا اليوم بدك تعامل مع دولة أما شيء من الأمم المتحدة بدها تدفع على شيء مشروع بلبنان، كيف بدك تحاسب، مين بدك تحاسب، وين عم تروح على المصاري، يمكن the blockchain مش ضروري كريبتو بس the blockchain is the best alternative. عم بتصير نوعا ما مقوننة، عم بتصير نوعا ما ممتسلة ببعض المحلات. وإذا أنت بدك تتعامل مع خود الإمارات اليوم هي فولي نوعا ما فولي لايسنس بعد ما صارت كلها، بس في كتير قصص صار عندها كبزنس تريدينج لايسنس. والقانون بقول تبعهم إنه حذروا شو بدكم أنتم تعملوا كي واي سي لحيلا شخص في الإمارات. الغرامة يعني 7 مليون دولار، بس مش هون الغرام، الغرام الاكبر انه انت عم تخسر ماركت شير طويله عريضه والباد ريبيوتيشن وغيره وغيره. فهون الشغله انه لا خلينا نمتسل. وهيدا الاوبشنز اللي فتحنا اليوم، انه اليوم الكريبتو صحيح انه مع عنده صيت سيء بمحلات ما، بس لا كمان فتحنا اوبشنز. نحن كنا عم نحكي انه الكريبتو تقريبا نير زيرو ترانزاكشن في نير زيرو ببعض المحلات. اذا عم تحول من باينانس لباينانس اتس ماشي. التايم تو دو ات از فيري فاست. الاوبشنز اللي بلت عليها هلا بالبحرين فتحوا بيمنتس بالترومبات البنزين، تقدر تدفع عبر عبر باينانس دغري كريبتو كارنسي تشتري بيوت. كثير اكتف اكيد حتى بلبنان، لانه اليوم صار في صار في نوع من ثقه بهالمنصه وعطتنا اوبشنز. طب انا بدي اعمل ترانزاكشن نهار سبت احد بالليل، بدي اياها سريعه. اذا بتشتغل انت جوات باينانس تو باينانس، مش عم نعمل لهم دعايه بس انه اليوم اكثر منصه هي فيني انا بالذات الثانيه تحصل على العمليه تبعك. يعني هيدي شغله بتامن لك انت واقف مثلا بدك تشتري شيء بهالذات الثانيه عم تعطيك انت انه وصلوا لك المصاري. يعني شو بدك احلى من هيك؟ مش والله تاع بعد 5 دقائق، لانه هيك البيتكوين بدها ممكن اب تو 5 مينتس تاخذ الترانزاكشنز. عملوا لايتنينج نتورك تجربوا يحسنوا السرعه وغيره وغيره. بس اليوم ريجاردلس اوف وات از ذا كرنسي، لانه هيدا شغله كثير اساسيه بتقول لي بدنا نتعامل ببيتكوين اللي هي فلكتشويتنج، امبارح 18 اليوم 24 ما بنقدر نتعامل فيها. هون نحن بحاجه يمكن اكثر لمواضيع شيء اسمه الستيبل كوين اما ستيبل كرنسيز بقلب الكريبتو كرنسي. شو يعني ستيبل كوين؟ يعني اليوم مثل اليو اس دي تي واليو اس دي سي بي يو اس دي وغيرهم في كثير قصص. هل الشركه اللي عملتها لهال يو اس دي تي مثلا عم بتحط كل دولار عم ينصرف عم بتحط بالريزيرف تبع دولار قبلته؟ يعني كايند اوف اتس باكت باي ان اكشوال دولار. اخبار هلا ما حلوه على تسر كمان، دائما في اخبار بمعالم الكريبتو. مشان هيك انا لقلي بتجي هي الكريبتو هي عمليه وبتقطع. انا ما بلاقي انه واحد اذا بده يتعامل بالكريبتو ان كان تداول يعني اشتري وبيع بيتكوين وايثيريوم والى اخره، او ان كان استعمله. يعني انا بصراحه هلا باينانس هو البنك تبعي، يعني ما بقى عم بستعمل البنك اللبناني والاي تي ام يعني قليل نادر، يمكن بعد شوي حانسى البين كود تبع البنك، ما بقى عم بستعملها. باينانس هو البنك تبعي، مع انه باينانس منصة تداول عملات كريبتو يعني اشتري وبيع وبورصة بورصة، بس انا عم بستعمله بنك لانه هيدا هونيك انا بأمن حط مصرياتي. ولكن حتى مع باينانس طلع شوية اخبار، هلا طلع تفنيس بالاخر، بس عم بوزع اذا بدك البورتفوليو تبعي بين باينانس باي بيت باي بيت جات، هلا كمان اخدي ضجي
بس انه هل تنصح انه واحد يوزع؟ بدك تفوت بالترانزاكشن بيس، هيدي بدنا نخدع عقلية. شو يعني ترانزاكشن بيس؟ يعني انا اليوم لحظة اللي بدي اعمل معاملة انا بحرك المصاري. اوكي، بتقلي انا بتحط بباينانس بتحط، انا بقلك لا، not your keys. في شيء اسمه not your keys not your money not your wallet not your coins not your money. شو يعني هيدي؟ لان العالم ما هون المشكلة بالكريبتو انه بتصير شوي تكنيكال وشوي خبصة اكتر، منا مثل انه والله حطينا الكارت سحبنا مصاري. وقت انت المحفظة اللي خلقتها تكون محطوطة بسنترال اكشينج، اللي هن بيجرب قلك بيقولوا انه هنو decentralized، المشكلة وين؟ انت عم تعطيهم المفاتيح لهالمحفظة تبعك، يعني هن فيهم يتحكموا بالمحفظة، واذا صار في عندهم تفليس اما صار عندهم مشاكل بيقدروا تشت داون بجمدوا لك اياها مثل ما صار عندنا ومثل ما صار بافتي اكس يعني وغيرهم. يعني اليوم نحن باخر 10 سنين صارت 8 مرات بديفرنت اكسشينجز ومنصات تداول، يعني ما لنا شيء جديد. عشان هيك نوت يور كيز نوت يور وولت، في شيء اسمه تراست وولت اوكي، اما في شيء هارد ليدجر بتحطه انت يو اس بي اما واي فاي اما وات ايفر يو كان ترانزاكت بيس اون ات، رح تكون شوي معقده اكثر، بس اتليست انت إذا المصاري معك كبيرة أنا بفضل دايركتلي تحطها على هاردوير والت. هلأ على الإكشينج أنا مثلاً بجي بقول لا بحط $1000 لأنه I'm able to sustain $1000 for loss، هذا دايماً أنا هيك بعمل. وهال $1000 هي السمول ترانزاكشنز كويك ترانزاكشنز مدري شو، بدي ترانزاكشن كبيرة بدي أشتري شيء أكبر بدي أعمل تحويل أكبر، أنا لا مجبور أنا أطلع على الوالت، وهيدي الوالت ما في حدا يوقفها. هلا اليوم في بعض المنصات بالإي كوميرس خاصة شافت إنه في نيد لهالقصص، طب شو بيعملوا؟ راحوا زادوا منصات كتير معروفة بدل ما يعملوا تشيك أوت بالكريدت كارد، أما اللي عم نحكي للناس اللي عم بيعون السيرفيس زادوا كريبتو كارنسيز. واحدة من المنصات الأساسية اللي هي بتفوت لعندها للإي كوميرس أوتوماتيكلي أنت بتدفع لها مثلا $5 بالشهر and then you get الويب سايت، بس راح الاسم هلا مجرد بفوت فيها. ففتحتنا مجالات. هلا كمان لأنت تريدينج في بعض الناس اليوم برا بيقولوا لك أنا بستقبل كريبتو كارنسي حول لي أوكي. هيدي بعد منا معممة، إذا بتروح على الإمارات اليوم صار فيك تحجز أوتيل، صار فيك تحجز تاكسي، صار فيك تحجز، فيك تشتري بيت، فيك تشتري شوبينج، مثل ما قلنا على ترومبا صار فيك تدفع. الاتجاه تبع الامارات هو بلوك تشين يكونوا هن السلطه الاساسيه، اما عاصمه البلوك تشين، فمتجهين نحو المستقبل لانه الديجيتال بايمنتس شغله اساسيه، والسرعه اللي بتعطيك اياها وكميه الانوفيشن اللي صارت فيها، مش بس انه والله اليوم عملوا ريبليكيشن لكل القصص اللي انت بتخدم البنك، صارت اسمها decentralized finance اما DeFi، صار فيك انت توزعها عبر الكريبتو. اليوم كان في عنا ديجيتال والتس بلبنان من 2013، صار في تراخيص مع المصرف المركزي، واحدة منهم اسمها بيمباي، وبعدين صار في غيرها شركة تانية كتير استعملنا حالة كنت كتير استعملها لسوء الحظ نامت مثل كذا شغلة. هلأ آخر 6 شهور نعطى تقريبا شي 3 ديجيتال والتس، بيناتهم شيء اسمه ويش ماني ترانسفير، كمان عطوها ديجيتال والت لان هوبفلي تقدر تعمل نوع من انترفيس مع برا. في عنا قريبه كمان عندهم ديجيتال والت بس نوعا ما منا فولي انتجريتد، بس كمان العالم بيقدروا من برا يحطوا الكريدت كارد تبعهم حيلا بلد بيقدر يدفع لك دايركتلي لك على حسابك بقلب الوالت اللي انت خلقتها. اذا كانت معي في عم يعملوا لها دعايه كمان تاتاب سند، بس صح، بس هيدي منا وطنيه، بس عالميه عم بحاولوا يعطوك اياها عبر ال. طيب بس هون سؤالي انه يعني عبر ويش وقريبه وهدول بقدر انا استقبل يو اس دولار تيثر يعني يو اس لا لا ولا استقبل كريدت كارد عادي؟ فتحوا لك الكريدت كارد تقدر هن نوعا ما بحطوا لك مثل انترن اكاونت عندهم بطل بالمصرف، وانت صار فيك تروح تقبضه اما تحوله. يعني انا اذا عندي زبون برا صح بقول له شو بقول له؟ بقول له بعت لي على الويش كارد؟ لا 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 مش على الويش، بتعطيه انت الويب سايت تبعك، هو بيروح بيخلق الاكونت عندك انتجريتد مع الويش ديجيتال والت. اما كمان انا بستعملها اي بي اي جيت واي، نوع من اي بي اي جيت واي، بس الفرق وين؟ عم بتكون اسرع واحسن وارخص وبطريقه ديجيتالايزد وموصولة على الكريدت كارد، هل هو شيء معروف ومتداول بالعالم كله. هول المنصات تتداول دايركتلي، اذا بناخذ معنا مثلا Upwork اوكي، Upwork بيقولوا لك اذا وصلت لمحل معين فينا نعمل لك واير ترانسفير، مين وايل
فيك تروح انت ترانسفر وايز، اما وايز اليوم صار اسمه، بس وصلت على وايز انت علقت المصاري، ما فيك بقى تعمل فيهم شيء، ما فيك تحولهم على لبنان. للفريلانسر عم بتكون شوي اصعب القصة، بس اليوم عبر تويكس صغيره اليوم فيك انت تخلق حساب بامريكا عبر شركه فيرتشوال، وتفتح حساب بايونير، تفتح حساب. بدنا ندبر حالنا نحن اليوم موجودين، لانه اليوم السولوشنز مش كلها موجوده بلبنان. اجت الديجيتال والتس تتحلحل بعض المشاكل، بس ما قدرت حلحلتنا كل المشاكل، سو مش هناك عم ناخذ سكتر 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 ورا بعض. تنقدر طيب نستعمل الديجيتال والت كريبتو، يعني هاي بتحللنا فيك. انا قلت لك مثل هيدي المنصه فيك كسولوشن نمبر 2 انه انت، بس ما ها هي عملت سيرفيسز، مش كل المنصات بعدها فاتحه على الديجيتال كريبتو. اوكي، هلا المنصه اللي فاتحه على الكريبتو بتقول لك انا فيني ابعث لك كريبتو، انت حليت مشكلتك. المنصه اللي منا فاتحه كريبتو انت مضطر تلاقي حلول ثانيه لتقدر تستقبل هالمصاري، ولا انت ما عندك هالاوبشن بقى تاخذ مصاري. وهالمشكل علقت المصاري شو بتعمل فيها؟ لا، بدنا حلول نقدر نحن حسب كل منصه موجوده عالميا. هلا اذا فريلانسر 1 تو 1 بتصير يمكن اهين القصه، يا انت بتقول له هيدا المحفظه تبعي حول لي مصاري كريبتو، بقول لك هو عندي اما ما عندي، اذا ما عنده فيك تروح لاوبشن نمبر 2، بدك تروح على او ام تي وغيرها ومضطرين. اما حتى السويفت بعده ماشي لحد ما، بس كمان هون هل يا ترى عندك حساب بالبنك اما ما عندك حساب بالبنك؟ لان في شباب اوقات ما لحقوا، يعني عم نحكي عمرهم 20 21 وما لحقوا يمكن يفتحوا حسابات بنكيه، وما راح يفتحوا لهم حسابات بنكيه. هلا مصرف لبنان منع الكريبتو كرنسي، وانا بشوف انه بتحل ازمه كتير كبيره. اللي بلاقيه انا يعني ما عم بفهمه لا يحتمل، هي المصارف اللبنانيه. تخيل المصارف اللبنانيه قديش عم بتروح على حالها فرص، صح، فرص وارباح، لانه واقفه هلا. طيب انتم لما ما عم تشتغلوا بالديجيتال كرنسي، ليه عم تمنعوا عن حالكم هالقد ارباح؟ ليش انا انه بدل ما يحول لي سويفت ويحول لي او ام تي، بيقدر يحول لي ديجيتال على حسابي بالبنك وهيدي موجوده برا، ليش هون مسكرينه وعم تمنعوا عن حالكم هالارباح؟ ما بفهم المنطق. وهيدا المست ايكونومي اما مست اوبورتونيتيز بالايكونومي. اليوم من جمعه بالذات اعلنت الدوله الاماراتيه استعمال، هن خلقوا ستيبل كرنسي. هن شو يعني ستيبل كرنسي؟ مثل ما فسرناها باكد باي ذا دولار، يعني باكد باي اماراتي، يعني ما بتتحرك، خلص سعرها هو سعرها ما بيتحرك. هيدي كدوله نحن اليوم حتى ما فكرنا نروح بولا حل مثل العادة. ليش؟ شغلة أساسية هو حسب التصاريح أول شيء، وبرجع بعطيك أنا رأيي الشخصي. حسب التصاريح قال إنه بيتكوين كتير بتلعب، سو ما فيها تكون منا عملة باكت باي شيء. بتحاول تفهم بهذا الموضوع، بس كمان تمست أوبورتونيتي. اليوم نطلع بالبنوك الكبار، جي بي مورغان، تشيس مانهاتن وغيرهم، كانوا بذات العقلية لل 2018 كانوا عم بيحاربوا بيتكوين. كانوا عم بيحاربوا، هلا صاروا هن عم بيشتغلوا، صاروا هن من 2018 وطلوع، وقال خلقوا العملة تبعهم جي بي مورغان، صار في عندهم جي بي مورغان كوين. لا بس هلا مؤخرا هن عم بيشتروا بيتكوين. ايه اكيد اكيد، وعندهم بورتفوليو كتير كبير. طلع كمان من يومين وورد ايكونوميك فورم جي بي مورغان سي او بنتو قال انه بيتكوين بتطبع مصاري، بتطبع هوا، ما في عندها سكام. ايه اتس سكام، بس بذات الوقت بتلاقيهم عم بيتداولوا فيها. بس مين وايل هالمين ولا في ارباح بالملايين من الدولارات. هيدا اذا بدك الريسك مانجمنت والكومبلاينس اللي دائما المصارف المركزيه بس بلبنان انا بعتقد هي شيء ثاني، هي الكنترول على الدولار انكم اند اوتكم. واليوم صرنا كاش ايكونومي، صارت متطلبه اكثر، لانه هونيك صار في فساد اكثر، صار في من كنتو بيد اموال. اما فروقات هلا هون بياخذوا مثلا 2 3%. قال 2018 بموضوع السي بي دي سي انه رح يعملوا هن العمله الوطنيه الرقميه. بس خلينا نعرف المشاهدين عن شو عم نحكي هون. بال 2018 دكتور رياض سليمي اعلن عن ما بعرف شو سميها، بس انه الاي ليره، يعني ليره بس ديجيتال، يعني مثل بيتكوين او يعني كريبتو، مش كريبتو، ديجيتال ليره.
يعني بشكل انه ما بقى نستعمل ورق او نتحول تدريجيا انه ما بقى نستعمل ورق، بنصير مثل الامارات نوقف على محطه البنزين بتليفوننا او ندفع الفاتوره او على السوبر ماركت، ما بقى نستعمل كريدت كارد، نستعمل تليفوننا الى اخره. فبنصير نحن هيدي ما فيك تهربها عبر الحدود مثل ما بيقولوا، بدون ما ندخل بالسياسه تهريب دولارات عبر الحدود وما بعرف شو، ما في منها، لانه ما في دولار، ما في ورق. اليوم انا بعطيك 100 دولار، انت بتعطيها لفلان، فلان بيعطيها لفلان، وين هي هال 100 دولار؟ اختفت. بينما بالاي كورنسي لا، معروف كل واحد شو عطى للثاني وبيقدر ينلقط. فليش نحن اليوم يعني لو هذا كله كان قبل الثوره وقبل الكورونا وقبل لو طبقناها بوقتها كنا شو قد ايه وفرنا على حالنا اليوم؟ وشو العائق اليوم انه نرجع نطبقها؟ كنا مسبقين بالانترنت. ليك نحن وين اليوم؟ صرنا عم نحكي في صح، هيدي طرحناها قبل عده، كله بذات الموضوع، كله بيتطبق بذات الموضوع. كان تمني انه لو صارت كنا اليوم نحن عن جد ماليا كنا بغير غير غير حياه. كان في بوقتها يمشي فيها، وكان عنده التكنولوجيا، وكان عامل نوع من هو قال نوع من تيستينج لها انه كانت ريدي. ما صارت. اليوم كمان بدنا نتذكر انه العمله الرقميه ما فيها تكلفه طباعه، التحكم تبعها موجود هون. الكابيتال كنترول لو كان كمان لو كانت موجوده واجا كابيتال كنترول، نحن بعد ما في همه كابيتال كنترول، ما هي المشكله تبعنا. الكابيتال كنترول بنعمل كبسه زر، كبسه زر صارت. ليش؟ لانه اليوم صار فيك تتحكم فيها. يعني انت عندك اذا شئت اما ابيت، اليوم ببعض التعميم اذا مش غلطان 158 بقول لك انه انت 400 دولار بتحق لك على سعر معين، وعندك 400 دولار ثاني على داخليا جوات المصارف. هولي على الانين صاروا نوع من ديجيتال، اذا بدك ليره، هن منهم ديجيتال ليره، بس انه فيك تصرفهم انت اونلي ديجيتالي عبر مين بيستقبل. والمشكله اليوم انه هالشركات وهال المطاعم اما موزعين الاكل ما عم بيستقبلوا كلهم. ليش؟ لانه ما بدك اخر شيء انت تاخذ بضاعه وبدك تشتري بدالها. يعني صح، هالسايكل نوعا ما مضروب اذا ما عندك كمان سنترال بانك عم بيتحكم بتضخ المصاري اما لا. واليوم شفنا بموضوع ضخ المصاري عم بتكون اكثر لتهديد الليره مش لتشغيل الاقتصاد بلبنان. خليني اسالك سؤال هيك بصراحة شوي، يعني أنا هيدا شغلة عم فكر فيها صار لي فترة. هل بتشوف يعني لما وقت ما بلشوا يحكوا بالسنترال بانك ديجيتال كورنسي إنه أنا بشوفها كأنه محاولة، هلأ في حرب بين المصارف المركزية الأوروبية الأمريكية العربية اللبنانية إلى آخره، في حرب بين المصارف المركزية وبيتكوين وتوابعها العملات الرقمية. هل السنترال بانك ديجيتال كورنسي الإي ليرة والدولار الكريبتو، هل هي محاولة من قبل المصارف المركزية للسيطرة على العملة الرقمية؟ لو ما البيتكوين ولو ما هالريسك اللي صار العالم، عم نحكي بعالم المصارف، وخافوا انه تفلت من ايدهم، لانه هن اذا عم نقول نحن البيتكوين ما في حدا وراها والعملات الرقمية كله ديسنترلايزد، فلتت العملات بالعالم، ما في ضوابط. هن عم بيرجعوا يقولوا لا، طب اليو اس دولار بكره بده يصير يو اس دي تي بالكل معنى الكلمه، باكت باي ذا جوفرمنت، مش باكت باي شيء شغله ثانيه. يو اس دي سي بنسموها، ما بعد ما عملوها، بس انه الفكره تبعهم. وغير دول رح تمشي، لانه كمان سولانا اذا ماني غلطان هن عم يعملوا اخر شيء بدهم يتحكموا بشيء. يعني كمان اليوم المشكله بالسي بي دي سي، في ناس مع في ناس ضد، بصيروا يعرفوا انت مزبوط وين عم تسهر، مزبوط وين عم تاكل، مزبوط قدي لازم تصرف. اذا طلعوا لهم قانون ولا انت ممنوع تصرف اكثر من 1000 دولار، معنى الحكي على الاكل، اما على المشتريات الترفيهيه ما غيرها. صار فيهم هن يتحكموا فيك. يوم نرجع على السي بي دي سي اللبنانيه على الاي ليره، واذا لو 2018 عملت كان فيها ثقه اكثر تقدر تتداول ونجحت اكثر. اليوم ما بقول لك منا صعبه تنعمل، بس نحن عامل الثقه هي اهم شغله بحي الله شيء. ليش انا بدي روح على اي ليره وما في عامل ثقه؟ يعني مصرياتي على الانين، مصرياتي كذا، فهيدي بتصير نوع من الفورمولا هو السكسس. شفنا نحن في كثير سي بي دي سي ترايل بالعالم، تشاينا از ذا موست ادفانسد وان، بس صارت ب صارت بايران، صارت بايران، صارت بفنزويلا اللي هو اقتصادات عم بتعاني اقتصاديا ما نجحت، صارت بأفريقيا كمان اقتصاد عم بعاني ما نجحت،
ليش؟ لأنه الثقة هي الأساس بهالعملات. اليوم نحن بنوثق بالبيتكوين، ليش بنوثق بالبيتكوين؟ مش لأنه شيء، لأنه it is controlled by an algorithm. It's math. ما في شخص وراها. بكل هالأمور هل تعتبر أنه نحن بعدنا بأول خطوات baby steps يعني، أم هل نحن بمرحلة هلأ تطور تغير، أو قريباً لح نخلص ونشوف كل هالديجيتال كورنسيز هيدي؟ مين عم بيربح الحرب، الحكومات ولا بيتكوين ولا مين؟ بعتقد بعدنا ببداية الطريق بعالم التحول. صار في كتير عنا تحول، مش يعني انه بعدنا ببداية الطريق ما عملنا شيء. بس اذا بتلاحظ انت، نحن عايشين العصر الفورث اندستري ريفولوشن. هلا صح، بلشنا نحكي بالفيف اندستري ريفولوشن. صار في كتير تحول، مدن ذكيه، الاي او تيز وغيرها من التكنولوجيا، الاي اي ماتوريتي. نحن اهم شغله ماتوريتي اوف تكنولوجي، وسعر التكنولوجيا كان دائما عائق، والبروسيسنج باور. الاي اي ليش عمره 72 سنه؟ ليه ما كان 50 سنه؟ كان غالي كثير، كان كثير غالي. اليوم الكوست اوف ايكونوميز، ايكونومي اوف سكيل، هذا كله عم بفوت وعم بياثر على كيف فينا نحن نتعامل. انت اليوم ذكرت شات جي بي تي، وتكتب انت حيلا سؤال على شات جي بي تي، هذا بكلف مصاري. صح. انت لقلك اليوم ما عم تدفع، بس بكلف 17 مره اكثر من جوجل. حسب ما فهمت 3 مليون دولار بالنهار. عم اقول لك انت كل كويري، مش السؤال تبعي ايه، بس كل كويري تبعك بتكلف 17 مره اغلى من جوجل. صح. بس برضو نحن عم نتقدم. هلا نحن مثلا اذا بناخذ التكنولوجيا العملات المشفره، عمرها 14 سنه، بعدها صبيه صغيره عم تكبر. بس انا ما بتوقع والله مثل الاي اي بدها 70 سنه، لا، انا بقول بعد شيء 10 سنين 15 سنه ماكسيموم. اوريدي نحن عايشين الثوره، بس بعد 15 سنه بنكون نحن وصلنا لمحل نوع من هالبلاتو تنقدر نبلش العالمي. التحول الرقمي اليوم بلبنان بتوا سياسه التحول الرقمي، واما خطه التحول الرقمي ان شاء الله يا رب يقدروا كمان يطبقوها، لانه في في كثير تشالنجز بالتطبيق. اول شيء تشالنج النفسي بين الفرقاء، مين بده يسيطر عليها. وثاني شيء كمان التطبيق والتمويل لها، والعالم تغيير المنهجيه، لان انت عم تغير من ورقه والفكر اللي كان عمره 100 سنه لشيء ثاني. فنحن بلبنان، اما بالعالم مش بعاد، نحن صحيح نحن ما عندنا يمكن تحول رقمي كبير، بس بالعالم كله بعده طور التطور. هلا في كتير محاولات، اذا بتاخذ مثلا عمان وامارات، وهلا شو الاستراتيجيه 2030 بالسعوديه وغيرها، تلاقي انه شو هالدومين لازم تكون فيه، قد ما في مصاري، قد ما في اقتصاد بالتريليونات من الدولارات عم تستثمر فيه. فمن هذا الموضوع نحن هلا بالثوره فايتين عليها. شو فيكم انتم تحطوا حالكم بالنص دين هالثوره، position yourself، إن كنتوا على عمر صغير، أما متوسط، أما شركات، أما غيرها. في بالعالم كله عم بيصير، وبلبنان ثورة كتير كبيرة، نحن بس بدنا نكون مواسئين من شو في عنا. ما هذا بدي لك، بأي سئة بدنا نفوت على هذا الدومين؟ لازم يكون عندك أنت شيء بدك تقدمه، صح؟ واليوم الاقتصاد الجاي هو اقتصاد رقمي، خلاص خلصت القصة. إذا تطلع باستراتيجية تبع الإمارات 2070، بس هذا رودي، هذا كلام يعني هين بالنسبه للناس اللي بدومين التكنولوجيا. صح. بس لما تيجي عم تحكي بلبنان، عم بحكي بلبنان، لما تيجي تحكي مع مصنع صابون، عم تحكي مع مشتل خضره، عم تحكي هذا وين بده يلاقي؟ هلا الاكل ملح يوقف، حاجه لهم الاكل ملح يوقف، بس كيف بده يلاقي حاله بهالعالم هذا؟ هون التحدي. الانوفيشن وين بتصير؟ اليوم راح احكيك عن خان الصابون اذا ماني غلطان. اوكي، خان الصابون اذا بتلاحظ انت البزنس موديل، ما بعرف اذا سامع عنه اما شايف شو عمل، صار امبراطوريه مع صابون وطرابلس ومئات سنين وكذا. قدر يستعمل التكنولوجيا تقدر يبيع ويوصل للعالم كله. انت اليوم بدك تفكر كيف فيك تستعمل تخدم التكنولوجيا، هي لخدمه الانسان فقط لغير، مش بالعكس. والذكاء الاصطناعي اليوم عم بيقوي لك هالموضوع كمان لخدمة الإنسان. ما تفكروا انه هلا صار عنا تشات جي بي تي انحلت مشكلة العالم، لا، هو رح يساعدك انت بالحلول اكثر اسرع. انت فيك تركز يمكن اكثر على البزنس، فيك تركز على مواضيع تانية. رودي الشوشاني الخبير في التحول الرقمي، عفوا، كثير بنبسط لما استقبلك، ويعني اذا بدنا فاتحين الكاميرا وعم نسوي ما بنخلص. ثانك يو سو ماتش. ثانك يو لك. وهذا كان كل شيء لليلة، نلقاكم الأسبوع الجاي إن شاء الله بنفس الموعد. إلى اللقاء.